اثنين ليش وصلنا لهون، نحن وين هون، كيف فينا نطلع من هالقمقم اللي موجودين فيه، نحن هلأ عم ننزلق لوين. بيسعدني رحب بضيفي اللي طبعا شرح الأزمة النقدية والاقتصادية، كتب عنها، حاضر فيها ببيت المستقبل، تناقش فيها، الخبير الاقتصادي توفيق كسبار. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم تشرحت الأزمة النقدية والاقتصادية، طبعا حكيت فسرت اللي حصل وأسبابه، وذهبت أبعد في عمق النظام اللبناني، وكمان سعيت لتحميل المسؤوليات بالأسماء تبعا لحضرتك. شو بتقول اليوم نحن، شو الواقع؟ لسان المواطن اللبناني يتردد وبتتردد على ألسنة كل المواطنين هالكلمة، وين نحن اليوم صرنا بالانهيار؟ أول شيء اسمحي لي بهالملاحظة، عم نشهد منذ حوالي 5 أسابيع من أروع وأخطر تطور عرفه لبنان منذ إنشائه سنة 1920، يعني من 100 سنة. أروع شيء نشاهده وما كنا متوقعينه هو الشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومن مختلف المناطق ومختلف الطبقات الاجتماعية عما ينزلوا بصوت واحد، عما يطالبوا بدولة ديمقراطية فعلا حيث فيها محاسبة ودولة مدنية. هذا شيء رائع، هذا يعني أنا بسميها هيدي حركة تأسيسية للبنان الجديد. بس بالوقت نفسه عم منشاهد أخطر تطور عرفه لبنان من 100 سنة، يتمثل بالشيء التالي يلي عم نعيشه هلأ صار له تقريبا 2 شهر. ولا مرة بحياته لبنان رغم كل المآسي والحروب عرف سوقين لأسعار العملات الأجنبية عند الصرافين وبالمصاري. في شيء اسمه سعر رسمي وشيء اسمه سعر سوق، هيدي ما عرفها لبنان حتى ب 15 سنة حرب. وفي الوقت نفسه يلي برأيي هو أخطر هو هالتحكم بتحويل الرسمي، ما يسمى capital control، انه انت عندك ودائع بالعملات الأجنبية لدى مصرف، ما بيسمح لك المصرف تحوليها للخارج. هيدي بنسميها حركة capital control، اي تحكم بالرسمي. المعرفة لبنان بكل حياته، يعني هيدي عما بتدل انه الجهاز المصرفي هو بوضع خطير. فإذا عنا هالظهرتين يلي في فرق شاسع بيناتهم. بس هو عمل الكابيتال كنترول، جمعية المصارف، لتحمي حالها من الوضع الخطير. في جزء بقدر بتفهمه، جزء بسيط من المصارف، هو إنه أي مصرف بالعالم، أكبر مصرف وأقوى مصرف بالعالم، إذا هجموا مودعين عليه ما يسمى بنكران، هجمة مصرفية، بدهم ودائعهم، ما بيقدر يلبيها لأنه المصارف، المصرف ما بيحتفظ بكل ودائعه. لذلك بقدر اتفهم أنه لفترة محددة عم يعملوا نوع من التشدد في التحويل. بس إنما والأخطر من هذا كله أنه في ضم كل هالتطورات يلي على سعر العملة وما يمثل من مثل من خاطر في بلد اقتصاده منفتح وصغير كالاقتصاد اللبناني، والتطور بهذا يلي ينذر بمخاطر كبيرة بالجهاز المصرفي، السلطة وكأنها تعيش على كوكب آخر. صار لها عمليا 1.5 شهر، السلطة لا ولا إجراء لديها تجاه هذا التطور التاريخي الطريق. نعم. التطور التاريخي الخطر. مثلا بأي بلد تاني، بأي بلد تاني بهيك حالة بيخلقوا ما يسموا خلية إنقاذ. ما في شيء. أنا بعتقد حكومة تصريف الأعمال مش لازم تجتمع تتصرف أعمال من قبل الناس. قبل كله بالسلطة. السلطة شو قصدي السلطة؟ يعني في رئاسة الجمهورية، في مجلس الوزراء، وفي مجلس النواب، مظبوط،
وسلطات محاسبة مثل هي القضاء. بس اللي لاحظنا عم بيحملوا بعضهم البعض اليوم في تصريح الرئيس نبيه بري بيحمل الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة المسؤولية، يعني اليوم وكمان عم بيحمل انه السلطة السياسية انه ما عم تجتمع، يعني اليوم كلهم في بدل ما يلاقوا يعني خلية انقاذ تنقذ هالوطن صار في عم بيلوموا بعضهم البعض. هي انا بسميها وللأسف السلطة هي في مرحلة تبادل اللوم وليست في مرحلة إنقاذ، لأنه بعتقد يمكن ضمنا عارفين شو كبيري كل وقت عما يلوموا الفريق الآخر كأنه هاللوم صحيح ولا لا. السلطة عادة مش هي شغلتها تلاقي حلول، ولذلك هالوضع أنه عدم سماع أي شيء من السلطة وعدم تحرك فعلي على الأرض هو عم يبدل بالفعل فشل كبير لدى النظام السياسي تبعنا. نعم استاذ كاسبار، قلت بالبداية انه عن جد بدك تحيي هالناس الموجودين بالساحات اليوم اللي نزلوا من وجعهم، وهن كانوا المحرك الاساسي للانتفاضة الشعبية وللفساد المتفشي، الظلم بحقهم وكمان اموالهم اللي عم بتروح لجيوب المستفيدين، انما البعض بيحمل الناس هالناس الموجودين اليوم بالشارع المسؤولية لانهم سكتوا عن حكام حاكمينا وكانوا يعني فاسدين ما قدروا حكموا البلد وأنعشوا الاقتصاد إنما أنعشوا جيوبهم. ليش نحن رجعنا بالانتخابات انتخبنا نفس الناس؟ هيدي السؤال يسأل للناس. صحيح، يعني إذا واحد بده يحمل اللوم للناس يمكن بيقدر يحمل له اللوم منذ 1943. ليه 1943؟ لأنه البيان الأول ما يسمى البيان الوزاري، وكان سلطة السيسي عم بتقول أنه نظامنا الطائفي هو مرحلة نحن بدنا نتخطاه. لما بيكون عندك نظام طائفي مثل النظام اللبناني يعني بتضيع المحاسبة. من المشاكل الكبيرة اللي عم نعيشها، عم نحكي للناس هلأ هم الدولار وودائعهم بالمصارف، لأنه خلال منذ انتهاء الحرب اللبنانية 1990 ولا مرة صار محاسبة للسلطة النقدية أو السلطة المالية. نعم. أبدا بلا محاسبة. إذا بتجيبي الأم تيريزا مدر تيريزا بتعطيها سلطة مطلقة بدون محاسبة بدها تخبص، بدها تصير فاسدة. إذن السياسات النقدية والمالية الفضفاضة وغير الخاضعة للرقابة أدت إلى ما أدت إليه اليوم، إلى العجز المستعر بميزان المدفوعات، أدت إلى الاقتصاد اليوم المنكمش، أدت إلى وضع المصارف اليوم كمان في رقبة المصارف بدأ، خصوصا عم نقرأ عن بنك ماد في دعوة بحقه وغير مصارف كمان. أشلح شوي ليفهم المستمع شوي شو أهمية الميزان المدفوعات خصوصا ببلد واقتصاد صغير ومنفتح كاقتصاد لبنان. ميزان المدفوعات بطريقة بسيطة بيسجل كل الأموال الداخلة إلى لبنان والخارجي من لبنان. نعم. بالعملات الأجنبية. يعني إذا ميزان المدفوعات هو فائض بفائض يعني عم تدخل الأموال على لبنان أكثر ما عم تطلع، وإذا ميزان المدفوعات بعجز يعني عم تطلع أموال أكثر ما عم تطلع. لذلك ببلد مثل لبنان لما بيكون ميزان المدفوعات بعجز مستمر هذا مؤشر خطر، الأضوية الحمراء عم بتضوي. لا أعطيك مثل شو صار هذا التطور غير اعتيادي. منذ الاستقلال لحديث 2010 حتى بما فيها 15 سنة حرب، ولا مرة كان عندنا أكثر من سنتين متتاليتين عجز ميزان المدفوعات. في حين منذ 2011 لغاية 2019 ما عدا 2016 لفترة وجيزة لما قام مصرف المركزي بالهندسات المالية اللي هي مشكلة أساسية، كل سنة عندنا عجز. يعني المؤشر الخطير واضح. طب ليش كان يطلع حاكم مصرف لبنان دايما يقول الليرة بألف خير وكله ماشي ولا خوف على السعر النقدي لصرف الليرة، وحضرتك يعني عم نحكي نحنا انه من سنوات ميزان المدفوعات بخلل، ليش هالتطمين كان من قبله؟ هو بيعتقد هذا واجبه، بس انا بعتقد بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا، ما له حق يحكي عن شيء يلي هو لا يعكس الواقع. نعم. الناس اليوم عم تتفاعل معنا
اليوم بخصوصا بسعر الدولار. هلا اليوم في خبر متداول ما بنعرف قديش مدى صحته، تعميم من البنك المركزي صاحب رخص الصرافين كل من يتداول بسعر صرف الدولار فوق ال 1518 يدفع غرامة. عم نحكى عن غرامات وسحب منه الرخصة، هل هالشيء قانوني وخصوصا نحن باقتصاد حر وبيخضع للعرض والطلب؟ يمكن مش قانوني، أنا مني رجل قانون، بس بغض النظر عن كون هذا الإجراء قانونيا أم لا، يعني ما بعرف ما قاله معنى، ما قاله أي معنى يعني. فإذا نحن فينا نحدد بطريقة قانونية سعر صرف الليرة، ليش ما منحط الدولار 500 ليرة؟ ليش ما بنحطه 100 ليرة؟ منقرر هيك بيجتمع مجلس الوزراء وبيطلع مع حاكم مصرف لبنان بيقول أنا من هلأ ورايح بعمل الدولار ب 500 ليرة. عظيم، مين في يشتري دولار ب 500 ليرة؟ ما حدا. إذا شو بيصير بالسوق؟ مين بده يجي يجيب لك دولار؟ أولا ما بيعود في تيجي دولارات على البلد، تبهتكي، وبمليون طريقة وطريقة بده يصيروا يهربوا الدولارات أكتر. يعني هيدي بسميها عملية انتحارية، يعني لا ما شوفي كل البلدان اللي حوالينا يلي من 50 و60 و70 سنة عندهم أسواق موازية للعملات الأجنبية، سوريا ومصر ما نجحت، حتى سوريا نجحت من أهم إصلاح اقتصادي عملته حررت سعر النقد. نعم. اليوم في مواطن عم بيقول لي من السويد صباح الخير، قضية النقد مزمنة حسب ما تقول كمان من 30 سنة الفساد اللي كان بدعم من النظام السوري، المنظومة السياسية ما تفككت بعد القرار السياسي مستولين عليه المصارف والصرافين والسياسيين والتجار وغيرهم من المستفيدين اللي تقاسموا الجبنة هن اللي وصلونا لهون. حضرتك اليوم مسيو الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار اليوم شرحت ليش نحن وصلنا إلى انخفاض قيمة الليرة، هل الهندسات المالية اللي اعتمدها مصرف لبنان لوقت طويل أدت إلى هذا الأمر بالإضافة إلى الفساد اللي كان موجود، إلى الاختلال بميزان المدفوعات، إلى ما كان عندنا سياسة اقتصادية ولا خطط اقتصادية، ما كان عندنا موازنات كمان ترعى الاستثمار، بالعكس كله للدفع؟ إذا بدنا نحكي على الفساد والهدر، ما في كل الثنايا الدولة، ما في وزارة، ما في مؤسسة عامة إذا بدنا نفوت عليها إلا فيها مشاكل هدر وفساد. بعطيك مثلا، المؤسسات العامة ما بتقدم ميزانيات المدققة حسب ما يطلبه القانون. أنا برأيي فيما يتعلق بالأزمة النقدية البحتة، يعني ليش المصارف اضطرت، غير حتى سعر الليرة، ليش المصارف اضطرت تحط قيود، هيدي بترجع لسبب أساسي برأيي بيهمني أنه المستمع يعرفها، لا شخص اثنين، مصرف لبنان والمصارف. كيف؟ منذ أكثر من 10 سنين تعرف الفوائد العالمية متدنية، المصارف عادة عندها ودائع بالدولار بتحتفظ بجزء منها كسيولة، يعني عندها 100 دولار وديعة بتحط شي 30 سيولة وين؟ ببنوك دولية، سيتي بانك، جي بي مورغان، انه هيدي فيها تستعملها بسرعة عند الحاجة. بس كانت الفوائد متدنية يعني شي 0.1-0.2 ونص، وصلت ماكسيموم للواحد. مصرف لبنان بما يسمى الهندسات المالية بلش من فترة طويلة يعرض عليهم انه انتو بدل ما تحطوا دولاراتكم في هالمصارف الأجنبية حطوها عندي، بدل ما تاخدوا نص بعطيكم 5 و6%. إيش هو كبير يعمل، يعطيهم واحد واحد واربع واحد يعني المصارف مؤسسات تجارية، أوه عظيم، شيء عظيم. بلشوا يجيبوا دولاراتهم لمصرف لبنان، والفوائد آخر كم سنة ما صارت 5 و6، صار يعطيهم 13 و14، هذا شيء غير اعتيادي. وصلنا لدرجة إنه المصارف عندها ما نسميه سيولة في الخارج، من عندهم ودائع 120 مليار دولار، عندهم بس 9 مليار برا، وحاطين بمصرف لبنان على الأقل 75 مليار دولار، أنا بعتقد 87. فإذا لما إجوا الناس بدهم دولاراتهم
طلعت المصارف قالت له روحوا خذوه من مصرف لبنان. قال له مصرف لبنان أنا ما عندي. في حين هني حاطين 75 مليار دولار هذا مصرف لبنان، لولا فقط التلت يعني 25 مليار دولار حطوها برا بالخارج صارت سيولي. أنا بأكد لك أنه كل هالشيء اللي عم نشوفه فيما يتعلق بالمصارف ما كان صار أبدا. يعني كان بيه عنا أزمة حكومة، كان بيه عنا عجز بالموازنة، كان بيه عنا دين يتصاعد، كان بيه عنا مظاهرات، كان بيه عنا أزمة حكومية كلها، بس ما كان في عنا ساعتها أزمة مصرفية يلي هي الأولى بتاريخ لبنان. بتحمل حاكم مصرف لبنان بهندساته المالية اليوم وصولنا بسعر النقد لهون؟ هو المصارف، المصارف من واجبها إن هي تدير سيولتها نسبة للودائع لديها. كان لازم المصارف ما تنخش كتير بهالفوائد العالية، وعلى الأقل دائما تحافظ على نسبة سيولة عالية مثل ما عملت منذ تأسيسها. لما صار عنا 15 سنة حرب، نعم، حدا كان عنده مشكلة يشتري دولار؟ صحيح في أسئلة الناس أنه ليش نحن وصلنا لهلا؟ في حدا كان عنده مشكلة يحول دولارات؟ 15 سنة حرب، مش سنة مش سنتين، 15 سنة حرب وأزمات. كانت السيولة مرتفعة لدى المصارف لأنه ما كانت حتى شيء لدى مصرف لبنان ومنها بدين الدولة تقريبا. طيب عم بتقول أنه مصرف لبنان ما معه دولارات، اليوم دفع يعني مليار ونص سندات لبنان بمرمى التقاضي وقدر دفعها. ما عنده كفاية، هن المصارف حاطين عنده. أنا بهالدراسة التي أشرت إلى بفرجي أنه عجزه فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، عنده بيقول 35-36 مليار دولار، إنما على ديون فوق 80 مليار دولار. نعم، اليوم في مواطن عم بيقول لي يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعميم منسوب للبنك المركزي وموقع باسم حاكم مصرف لبنان، نحن كنا أشرنا لإله، نص التعميم كمان أنه إيداني للصرافين وأنه يبيعوا الدولار ب 1518 وبدفع غرامة. بتدقيق للخبر المتداول تبين أنه عار عن الصحة، ومصرف لبنان لم يصدر أي بيان بهالشأن. اللي ما قالوا معنا هيك بيان، يعني أول شيء ما قالوا معنا وبعدين ما صدروا، يعني مخالف للقوانين مثل ما كابيتال كنترول اللي فرضتها جمعية المصارف باعتراف القانونيين أنه هي مخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وللدستور كمان. اقتصاد حر. نعم، نحن بسيء هالحلقة رح نتصل بنقيب المعلمين، بس أنا بدي شيء الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار. اليوم يعني القانوني، يعني حضرتك مش قانوني بس هيك بدنا نشرح معك، اليوم عم تتجه المؤسسات إلى أول شيء صرف الموظفين، إلى كمان أنه تخفيض معاشاتهم. اليوم تخفيض المعاش اليوم للمعلمين ولكثير من المؤسسات بدي شيء جيد، بس شيء بديهي لأنه في ضعف بالنمو. نعم. الانتاج عم يضعف، مؤسسات ببقى فيها تدفع فوائدها، في مئات ولا بل الاف المؤسسات عم تغلق ابوابها. نعم. فاذا بيتوقع الواحد انه صرف موظفين تبعت وتخفيض معاشه، هيدا المنطق مش جيد، منطقي بمعنى انه هذا اللي بده يصير بهيك وضع. نعم. طيب اليوم قلنا انه السياسات الهندسيه بمصرف لبنان هي المسؤوله من المسؤولين الأساسية عن وصول الاساسي لوصولنا لهون. كمان في سبب وراء الصعوبات الاقتصاديه والماليه هي عدم الاستقرار نتيجه القرارات السياسيه والعسكريه الكبرى الخاضعه للسلطه اجنبيه وغير قانونيه، اشرت لها بالدراسه. صح صح، ما في شك هذا السبب، السبب اساسي اساسي اساسي. مثلا بعطي مثلا هلا، ما في شك انه حزب الله هو حزب لبناني، شو بنقول حزب لبناني. انما لما راح دوله الرئيس سعد الحريري يطلب مساعدات ماليه من دوله الامارات والسعوديه يلي كان تقدر تهدي الوضع وتخلصه، كان جوابه حسب ما فهمت انه نحن منا مستعدين نساعد حزب الله. نعم. يعني سياستنا يلي هي بتتمثل خصوصا بالسياسه الخارجيه انه الانحياز الى 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 ايران في مواجهه الدول العربيه ما بعتقد سياسه حكيمه، والا ثمن بيتمثل بهالمشاكل اللي نحن عم نواجهها مع الدول العربية. رح نحكي أكثر عناوين معك الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار على الخط مباشرة. معنا نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة رودولف عبود، صباح الخير.
صباح الخير تتنوال لعيلك ولا ضيفك. يعطيك العافية. اليوم معلمون المدارس الخاصة رواتب تشرين الثاني هل هي مهددة؟ أكيد مهددة، وكنا عارفين هذا الموضوع بقصة إشاعات وحكي غير رسمي وكذا، وصار في متابعة على الموضوع مع المعنيين بدون ما يكون في نتيجة، ونحن يعني في حالة غليان وعدم فهم انه او عدم اذا بدك يعني تبرير كافي انه بظرف شهر من الحالة اللي عم يمرق فيها البلد المحققة اذا بدك دغري رحنا على حل راديكالي على حساب المعلمين كلهم سوا بالوقت يلي المؤسسات التربوية وحسب العقود وحسب القوانين واجباتها تأمن رواتب معلمينا حسب ما هني عم يعملوا كمان وعم بأمنوا واجباتهم كلها وزيادة. نعم. خاصة بعد التعطيل. طيب صحيح في تهديدات بالطرد والاستغناء عن خدمات المعلمين والمعلمات؟ مثل ما قلتي عم بيكون في تهديدات، وأنا بأكد للمعلمين رح تضلها بإطار التهديدات، ورح أقول خلي حدا من أصحاب المؤسسات التربوية يسترجي يعمل هيدا الشيء اللي عم بهدف. شو بتقدر تعمل معه؟ يلي هو غير قانوني. شو بتقدر؟ في كتير من الأهل، في الأهل نعم. مش عم تدفع لمعظم المدارس، هيك عم بينقال. فأنت شو بتقدر تعمل كنقابة؟ بالنسبة لتهديدات المعلمين بحقهم بردة الفعل يلي هن رح يعملوها بحق هيدي ردة الفعل، النقابة رح تأمن لهم مفروض، وواجباتنا نحن نأمن لهم التغطية والدعم المعنوي والقانوني اللازمين بحال حدا من الزملاء تعرض لهالشي تعسفيا. هلأ بالنسبة للتاني نحن طلعنا أصدرنا بيان عم ندعي فيه المؤسسات التربوية يعني تعمل واجباتها تجاه المعلمين اللي عم يعملوا واجباتهم وأكتر، ودعينا فيه كمان لجان الأهل، وصار في اتصالات مع بعد اتحادات انه لحتى يشجعوا الاهل انه يسددوا بما امكن بما تيسر. في مدارس كتير يعني ممكن متفهمه اكيد الاوضاع للاهل وتقبل بما، وانا نحن طلبنا انه قبلوا باللي ممكن يكون مع الاهل لحتى نسيسر اموركم وبالتالي نسيسر امور المعلمين. نعم. ولكن ما فينا نقبل نحن بهيك تدابير، لأنه المعلمين هني شريحة من المجتمع، عندهم عيال، عندهم سلطات يدفعوها، عندهم فواتير يسددوها، ونص معاش و30% وفي محلات بس 20% لا تفي بالغرض. نعم. طيب اليوم أكتر شيء النقابة فيها يعني توكل محامي 100%. نعم. طيب اليوم عم بيقولوا وين نقابة المعلمين يعني اليوم من وجودها بالثورة، من المطالب المحقة لإلها وللمعلمين؟ أكيد مطالب المعلمين متابعين على الآخر. مبارح لأنه كان بدنا يصير في اجتماع استثنائي وعملنا مؤتمر صحفي ونقول الخطوات العملية بما خص التدبير التعسفي غير القانوني، صار في اتصال من الوزارة، رحنا اجتمعنا مع معالي الوزير، رح يكون فيه هيدا شغلة ها التنين اجتماع عاجل مع اتحاد المؤسسات لجان الأهل ونقابة المعلمين بوزارة التربية لنلاقي حلول أولا للعام الدراسي اللي نحن مصرين مع معالي الوزير على استكماله بأفضل الممكن إذا بديك، على الامتحانات الرسمية وعدم تعرضها لخطر الغاء أو لأنه كمان بهمنا الامتحانات الرسمية لمصلحة التلاميذ، وحكينا كمان بهيدا الموضوع. هلأ بما خص الثورة والانتفاضة والتعبير، نحن أصدرنا كمان ومع كل المطالب المحققة من مكافحة الفساد، من وقف الهدر، لأنه حتى بالقطاع التربوي في فساد وفي هدر ستنوال، وحكينا كثير عندك بهذا الموضوع. نحن مع هلأ بما خاص تواجد المعلمين بالساحات، كمان متواجدين المعلمين بالساحات، بما خاص موقف رسمي من النقابة بهذا الموضوع، نحن مزبوط ما أصدرنا بيان رسمي حول هذا الموضوع أو دعينا للمشاركة أو عدم المشاركة أو لأنه بنعتبر هذا خيار حر للمعلم. نعم. وبالتالي نحن موجودين داعمين موافقين واللي بدك إياه على هالمطالب المحققة يلي لكون أنا أمين على اللي أنا بحس فيه يلي سود. نعم. مسارات كثيرة من بداية الثورة لحديث هلا. شكرا. نعم. شكرا لك نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة رودولف عبود، موجز الأخبار، وبعدها منتابع مع ضيفنا الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار.
خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. إذا ما معك سيارة، إذا تعطلت سيارتك، إذا جاي من السفر وبحاجة لسيارة تستأجرها بلبنان أو قبرص، قدامك عنوان واحد، تشارلي رينت إيكار. سيارات موديل 2019 فيك تستأجرها ب $17 باليوم. اتصل هلأ على 01-287-222 أو عبر الواتساب 71-906-222 واحجز سيارتك أو زور موقعنا الإلكتروني تشارلي رينت إيكار lb.com. من صوت لبنان موجز لآخر وأهم الأخبار. تفاوت في الالتزام بالإضراب في محطات المحروقات. محتجون يعتصمون أمام مبنى الضريبة على القمة المضافة في منطقة العدلية وقد افترشوا الأرض، وإلى هناك معترز الخوري. نعم ميشا، المتظاهرون هنا أمام مبنى التجاء افترشوا الأرض وأوصلوا رسالة إلى الموظفين بأن يلتزموا بالدوامات وبدوامات العمل، وأوصلوا رسالة أيضا إلى السلطة السياسية بإيقاف الهدر والفساد. هذه الوقفة سميت بالوقفة الرمزية، وبعد أن حملوا الأعلام اللبنانية وأطلقوا الشعارات ثورة ثورة، تفاوضوا مع الموظفين الذين يريدون الخروج من مبنى التفئة، وأكدوا لهم أنهم يجب عليهم الالتزام بدوام العمل، فأبى بعض الموظفين إلا الخروج بعد تكثيف ساعات العمل، مما أدى إلى بعض تلاسم بينهم وبين المتظاهرين. وبعد ذلك انطلق المتظاهرون الآن للاعتصام أمام مؤسسات كهرباء لبنان. إذن انتهى الاعتصام الدمزي هنا أمام مبنى التفئة، لينطلق بعضها المتظاهرون لينضموا إلى متظاهرين آخرين أمام مرفق حيوي آخر وهو مؤسسات كهرباء لبنان. هذا كل شيء، العودة إلى صوت لبنان. شكرا تراز. انتشار للجيش اللبناني ومكافحة الشغب والقوى الأمنية أمام سرايا حلبة تحسبا لأي إشكال مع المتظاهرين. المدارس الخاصة والرسمية تفتح أبوابها صباح اليوم في صيدا. رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو لإذاعتنا: مطالب الهيئة الاقتصادية لن تتغير حتى بعد فض الإضراب، والدولة لا تقوم بأي ردة فعل تجاه الأوضاع الراهنة وهي ليست على قدر من المسؤولية المطلوبة. رئيس تجمع رجال الأعمال في العالم فؤاد زمكحل أشار لإذاعتنا إلى أن الأزمة التي يعاني منها لبنان هي من أكبر الأزمات الاقتصادية وأهمها أزمة السيولة. الأسد يعتبر أن هناك ضغطا غربيا على النازحين السوريين لعدم العودة إلى سوريا. خارجية الصين تستدعي سفير أمريكا داعية واشنطن للامتناع عن تطبيق القانون حول هونغ كونغ. مقتل 15 مدنيا من بينهم 8 أطفال في انفجار لغم في أفغانستان. نقطة على سطر صوت لبنان، منتابع عن الأزمة النقدية والاقتصادية مع ضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور توفيق كاسبار. مجددا أهلا وسهلا فيك. اليوم في عدد من الأسئلة من المواطنين، منبتدي نسمع. يعطيك العافية. كنت عم تحكي على موضوع أنه مصرف لبنان عطى فوائد عالية للدولار للمصارف اللي بتيجي تحط مصرياتها، ليش ما نقول أنه هن المصارف أساسا هي للمسؤولين وهن قالوا لمصرف لبنان نحط المصريات عندك وبتعطينا فوائد عالية ليزيد الأموال تبعيدهم من دم الشعب ومن دم هذا، لأنه هذه الإدارة المالية تبعيد الدولة يلي هي عطت المصارف وهي المصارف لألهم تابعة، فاللعبة بقلب بعض البعض، يعني لهن يزيدوا أموالهم ورأس مالهم وزيبوا الأموال وحطوها بمصرف لبنان، وبنفس الوقت مصرف لبنان هو لأنهم يأخذوا الأموال ويصرفوها
لزيابهم لأمورهم الخاصة. شو تعليقك دكتور توفيق كسبار؟ لا ما في شك أنا بحط المسؤولية أساسا كلها فيما يتعلق بالأزمة المصرفية تحديدا على مصرف لبنان بسياسته الهندسات المالية، وفي الوقت نفسه على المصارف لأنها كان لازم تحتفظ بسيولة أكبر لها للدفاع عن الودائع بالعملات الأجنبية. هلأ مين بلش مين بلش؟ ما بعتقد أنه المصارف قالت لهم لمصرف لبنان أعطينا هالقدي ما أعطينا هالقدي، ما بعتقد هذا هيك عادة بتصير. ما في شك أنه هو أطلق الهندسات المالية، انطلقت كسياسة نقدية من مصرف لبنان وتجاوبت معها بسرعة المصارف أكثر بكتير مما كان لازم حسب ما قالت. نعم. وهذا هو الوضع اللي وصلنا له. حقق مصرف لبنان أي هدف من الأهداف المعلنة لهندسته المالية؟ لا أنا كتبتها عدة مرات، هو أعلن في تقرير وموجود على الويب سايت لمصرف لبنان، بيقول كان أهم ثلاث أهداف. واحد أنه بده يجيب ودائع أجنبية لمصرف لبنان، إنه الاحتياطات عنده الدولار تزيد، إنه يتحسن ميزان المدفوعات، وإنه يكون في زيادة بالنشاط الاقتصادي. ولا واحدة زبطت. نعم. ولا واحدة. ولا واحدة. مستقبل اتصال، مين معي؟ أي مرحبا مدام. يا أهلا تفضل. حياة دايسك. أنا بقول الأزمة المالية اللي عنا إياها هي مفتعلة من البنوك. السبب واحد، لأنه البنوك العالم عندهم دولارات بالبنوك وعندهم لبناني، وسحبوا دولاراتهم حطوهم بالبيت، هلأ عم بيصرفون، هلأ بلش يخنقوا على المواطن لسبب واحد، يخلص الدولار اللي عنده إياه بالبيت فيبلش ينجبر يروح يسحب دولار من البنك. البنك مش هتعطيه دولارات، لحطوا له خي حولهم لبناني وخد ما بدك، مثل ما صار معنا من فترة بالشركة عندي، يعني كان مشغول بمصاري حولت من جبر تحولها على 1015. يعني اوتوماتيك ما البنوك اللي حيوصل لمرحلة انه اللبناني اللي حينجبر يروح يحول البنك الدولارات على 1015 بالبنك. هيدي اول شغلة، لانه عنا مشكلة نحن ازمة سكن، وكل البنوك دينوا مصرف الاسكان وبنك او مصرف الاسكان على اللبناني، البنوك ما بيقدروا يعلوا التو تبع الدولار نو واي، لانه بيخسروا هن كثير مصاري. فمش هيك هي ازمة مفتعلة، بس يقدروا وانتبه مش عم بقول انه غلط او صح، عم بوصف المشهد اللي قدامي انا، يعني نو واي يقدروا يفلتوا الدولار حتى لو اجاهم مصاري وحتى لو علوا راس مال البنك، مش رح يقدر مش رح يعطونا سيوله كافيه فنقدر نحن نسحب دولارات. نعم نعم. بنسمع رايك دكتور كسبار. لا ما بعتقد بتاتا انه ازمه مفتعله، لانه الوضع يلي هي في المصارف هو سيء جدا، ما بقى حدا يحط دولارات عندهم، يعني بيفضلوا انه يكون وضع عادي. وضع المصارف لاول مره مثل ما قال بتاريخ لبنان بيصير بهالوضع، يعني صيتهم هبط الى الحديد، واهم من الصيت انه اوضاعهم الماليه كمصارف كمؤسسات هبط، عنده خسائر كتيره لأنه حاملين سندات خزينة على الدولة ومدينين الناس، هيدي هبطت قيمتها، والهبوط بيروح من الرساميل، والأهم ما بقتوا عم بيجيهم ودائع بالدولار. فإذا ما الأهم التصنيف اللي عم بيصير لبعض المصارف، يعني صح التصنيف صح. السلبي كمان. فويس مسج بنسمعه سوا. صباح الخير، لو سمحتوا بدي أسأل الأستاذ اللي عندكم بالاستوديو بالنسبة لموضوع المصارف. عندي سؤال، الاحتياط الذهب الموجود للبنان ما بيقدر يغطي هيدي الأزمة ويشيلنا منها؟ قديش لبنان بحاجة لكم مليار لحتى يقدر انه يطلع من هيدي الأزمة؟ احتياط الذهب اللي نحن بنحكي فيه واللي بنتغنى فيه هو هلأ موجود حسب الأخبار انه بأمريكا، قديش بيقدر يساعد لبنان بهيدي الأزمة؟ نعم، دايما نحن بنقول عنا ذهب، دايما هيك مصرف لبنان بيطلع بيقول نحن عنا ذهب ولا خوف على الليرة، وكان يطمن على طول بتصريحاته ليرة بألف خير. إنما لا، صار الخوف وصار واقع. ما في شك ما في شك الذهب بيساعد، قيمته هلأ هو بتتغير قيمة الذهب حسب سعر السوق اللي بيتغير مش يوميا، كل دقيقة بالأسواق العالمية. بعتقد صار حوالي 12 مليار دولار. ما في شك 12 مليار دولار مبلغ مهم وبيساعد كتير، بس بعتقد المشكلة صارت أكبر من هيك. أضف إلى أنه
الذهب هو يجب أن يسمح باستعماله من قبل المجلس النيابي. ومجرد مجرد ما الناس تسمع ويطلع الخبر إنه الدولة بدها تبيع الذهب يمكن تخلق هلع أكثر. يعني عادة بتبيع الذهب لما أنت أحوالك منيحة مرتاح، بس بهيك أحوال نقدية ومالية سيئة جدا يمكن خبر إنه الدولة قررت بيع الذهب أو جزء منه بيخلق أجواء سلبية وتشاؤمية أكثر. فإذا أي متى بدنا نبيع الذهبيات؟ ما دايما بيطمنونا إنه الذهب موجود ولا خوف على اقتصاد لبنان ولا على نقده. إذا اضطريتي وصارت في دعاوى دولية على الدولة بتقدر إنه تستعمل الذهب. نعم. بس التوقيت ما في شك الذهب هي قيمة جيدة وبتساعد، بس التوقيت يمكن ما يكون مناسب هلا. نعم. اليوم في مواطن بيقول لي يا ترى في خوف من قص يعني هركات من المبالغ المودعة على هذا المصارف على المواطن فيما بعد؟ أنا بعتقد يعني واحد لازم يكون واقعي مع مع الناس. بعتقد كل شيء محتمل. كل شيء محتمل كما الحلول. ما في حلول مستحيلة، بس إنما مثل ما قلت في البدء مشكلة كبيرة إنه السلطة هي على غير كوكب. ما في حدا، ما في فريق عم يقوم بأي إجراء، متروكي الأمور على غواربها. هذا شيء ما ونحن ننزلق ولا ولا, ولا بلد بالعالم منشوف شيء هيك. أزمة تاريخية قلت ولا مرة حدثت بلبنان منذ 100 سنة، منذ نشوء الدولة اللبنانية دولة لبنان، ولا مرة واجهنا هيك أزمة. وشو عم تعمل السلطة؟ عم يلقوا يحولوا اللوم من فريق إلى آخر. نعم، في اتصال بناخده سوا. مين معنا؟ صباح الخير. أنا رح أعطي معلومتين وعندي سؤال للضيفكم الكريم الدكتور توفيق كسبر. نعم. أول معلومة، من شي 40 سنة كان وقتها الرئيس الحسيني رئيس مجلس النواب أخذوا قرار أنه بيع الذهب ما بيتم إلا بقرار من مجلس النواب بالإجماع. إذن هيدا غير مطروح أبدا. هيدا أول معلومة. تاني معلومة، في دولة خليجية ما رح سميها النمو الاقتصادي عندها هديك السنة كان أقل من 2%، 1.94%، وعندها أزمة عقارية، عندها شقق كتير وما حدا عم يستأجر ولا حدا عم يشتري. هالدولة العقارية، هالدولة الخليجية يلي هي دولة نفطية، اللبنانية اللي موجودين هونيك عم يحطوا حواليهم إشاعات طريقة عم يخافوا اللبناني وعم يطلبوا من أهليهم هون يبعتولهم الودائع من لبنان لهالدولة. يعني بدهم رأس مالية. عم يضربوا سمعة البنوك. هيدي تاني معلومة. أما السؤال فهو للأستاذ، إذا أنا لنقول أنا اليوم رحت عند صراف إكس اشتريت الدولار بالسعر بالسعر يلي موجود، بعني يلي نفرض ب2100 ليرة، ثاني يوم رحت عند صراف إجريك وقلت له عندي دولار بدي بيعه ب2200 ليرة، يعني أنا بكون عبعلي بطريقة لا إلى عليها لا بالاقتصاد ولا بالمالية الدولة ولا بأي شيء. هيدي ما بتصير يا ترى؟ تفضل دكتور كسبار. فيما يتعلق بالذهب، أنا قلت أنه لا يتم إلا بقرار من مجلس النواب، بس بيقدر مجلس النواب يوافق عليها، فإذا مش هون المشكلة. الأزمة السكنية وبرا، أنا فكرة المؤامرة ما بأمن فيها كتير. هلا ما نحكي عن المؤامرة. لا، ما الناس اللبنانيين لما عايشين بيقولوا في مؤامرة، لا، في واقع وفي أرقام بتبين لك بوضوح شو عم بيصير. نعم. هلا أنت فيما يتعلق بالصرافة، إذا يعني إذا 1 أو 2 أو 10 أو 100 أو 1000 بيعملوا هالشي ما بيقدروا يأثروا على السوق. السوق في الآلاف يلي بيبيعوا وبيشتروا بيقرروا عليه. إذا كل إنسان بيقدر يقرر يحرك السوق على ذوقه، ما عادت فعليا سوق. خلينا كمان نسمع فويس مسج. مدام نوال صباحا، لا في ذهب ولا في شيء، مع احترامي لكل الموجودين عندي، وهي كلها خبريات. وإذا في ذهب بيكونوا سارقينهم، والبلد فرط وفيش مصاري، معنا مصاري بالبنوك ما عم يعطونا إياهن، وكان الله يحب المحسنين. وخليهم يحكوا الحقيقة، أصلا إحنا عارفين يعني منا هبل. بس معنا ضيفنا اليوم ما عم بيحكي إلا الحقيقة ومن دون كفوف، ومشان هيك أهمية الحلقة اليوم إن نسمع شو عم بيقول الضيف. لا. اليوم الخبير الاقتصادي دكتور توفيق كسبار. لا، عم نشرح الأمور مثل ما هي. لا، المتصل هالأسى والغضب عنده يعني بفهمه، معه حق. في وضع سيء جداً.
وضع سيء جدا. ليش بتقول انه بعيد المؤامرة؟ يعني البعض بيعتقد انه في قوى داخلية خارجية عم تستخدم ورقة الانهيار المالي للضغط سياسيا، يعني حتى ممكن تمارس ضغط عم ينقال لحتى توصل الانهيار الى ما لا يحمد عقبه. هيدي مش مؤامرة، هذا صعب. اعطيكي مثل انه الولايات المتحدة عمليا عم بتقول، عم بتراقب، بتقول هذا وضع بالآخر بده يدل اللبناني إنه إذا أنتم بتكون تعيشوا مع حزب الله هيدي النتائج. هيدي مش معناتها في مؤامرة، عم بياخدوا في دول كتير بتتفرج، بس عم بتعاقب المصارف كان والشركات والجمعيات اللي بتعتبرها محسوبة على حزب الله. هيدي سياستها. أنا ما بعتقد العقوبات الأمريكية أدت لهالوضع. عم أقول في، أنا رأيي إنه غالبية المشكلة منا نحن، منا نحن، من سياستنا. خذي على الأقل منذ انتهاء الحرب عندك 30 سنة سياستنا المالية والنقدية وخصوصا تغاضي السلطة، نعم. ما عم تحاسب أبدا. هل عوامل كلها المجتمع أدت إلى أنه فجأة انفجر الوضع؟ مستقبل اتصال، مين معنا؟ اتصالات كتير. أهلا وسهلا فيك، تفضل. يا هلا. يعني كل الخبراء الاقتصادية الأغلبية منهم بتحسسني أنه لازم احمل كرتوني وانزل على الطريق ولملهم مصاري للبنوك. حرام حالتهم بالواقع. مش هذا الواقع. الواقع أنه يعني بحس أنا ماني خبير اقتصادي، بس أنا لما نلاقي الصراف إذا بدي مليون دولار بقدر روح اشتريهم من عنده بالألفين ومئتين ليرة الدولار، وبالمقابل ما بيعطيني إلا 300 دولار من حسابي بالبنك. يعني هيك إنسان ما بيعرف يشتغل بأي شيء، يا أما تبييض أموال، يا أما الصرافي، يا أما عم يبيعوا الدولار الموجود بلبنان للصرافي لحتى يستفيدوا البنوكي وهم يستفيدوا ليشلحونا المصاري اللي باقيين معنا. نهبوا البلد كله سوا وبعد معنا قرشين بجيب الناس على الوراق، هني على الوراق عم يشلحونا هني بدون ما نحس، بدون لحتى يخفوا قيمة الليرة اللبنانية لحتى يفوتونا بالحيطان. بيقولوا مؤامرة، مش مؤامرة، بيقول هو مثل قصة إبليس والحمار اللي فلت، بس رسم الحمار وقتلوا حالهم العالم كرمال هذا الموضوع. يعني إذا في مؤامرة في مسكين صغير للمؤامرة، بس نحن يعني السياسات الاقتصادية هي اللي فوتتنا بكل هالمعمعة. بالنهاية عم يسرقونا بكل الطرق. خليك معنا، بده يجاوبك دكتور. لا 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 صحيح، بس المسألة مش حدا عم بيقول إنه بدنا نعمل لبنية للمصارف، لا بل بالعكس. أنا قلت منذ بدء الحوار أنه بحمل أكبر مسؤولية لمؤسستين، المصارف والمصرف المركزي. يعني برأيي أنه هني بيتحملوا الجزء الأكبر، والمصرف المركزي كمان وهندساته المالية. أنا قلت، نعم. أنا قلت هالمشكلة اللي عم نعانيها أنه الناس اللي عندهم وديعة ما عم بيقدروا يحصلوا عليها، هالأزمة الخانقة لكل اللبنانيين، أنا عم بحمل المسؤولية. بس أنا بعتقد شخصيا أنه ما لازم نكون هلأ بمرحلة على من اللوم. هيدي لازم تيجي مرحلة إنقاذ، لازم تيجي محاكمات يمكن. إيه بس هلأ نحنا همنا الإنقاذ، هذا هو رأيي. إيه بس دكتور كاسبار، المصارف كمان بيحملوا السلطة السياسية إنه هي ما حسنت الاقتصاد، ما أخذت قرارات. صحيح. صحيح. السياسي على طول المناكفات بيحملوا كمان السلطة السياسية، لأن كان في هدر، كان في محاصصات، كان في فساد. يعني وهي خلقت عدم الثقة اللي موجودة واللي خلت الناس تتهافت على الدولار وتشتري الدولار كمان. كل شيء العم بيقولوه صحيح، أنا ما بقوله، بس إنما فيما يتعلق عم أكون أنا واضح ومحدد، ما بدي أقول فساد واقتصاد، ولا عم اقول بالأزمة المصرفية المحددة، حتى مني عم بقول سعر الليرة، انتبهي، بهيدي الأزمة المصرفية المحددة يلي لا سابق لها ويلي برأيي هي الأخطر، أخطر حتى انتبهي، أخطر من كوننا ما عنا حكومة، وأخطر من كوننا أنه الليرة عم تهبط. هيدي لأنه ما فينا نعيش بلا جهاز مصرفي. أنا بدي خلص الجهاز المصرفي وليس بالضرورة المصارف، لأنه بلد ما بيقدر يعيش، ما بيقدر يشتغل، منكون عم ننتحر. قلت بهالمسألة هيدي بحمل المسؤولية مباشرة لمؤسستين جمع المصارف ومصرف المركز. مستقبل اتصال، مين معنا؟ صباح الخير مدام. يا اهلا، تفضل. معك مواطن، بس عفوا حضرتك الخبير مش عم رد عليك، يعني اكيد يعني حضرتك اعلم مني بالامور، بس اصحاب المصارف مني والمساهمين بالمصارف مني سياسيين، واكبر الودائع بالمصارف والممولين المصارف هن سياسيين،
وهن بيتحكموا المصاريف، ولدرجة انك بتشوف انه قدروا هربوا مصاري من 23 عشرة، قدروا هربوا مصاري كتير، وقبل 23 عشرة كمان، وقبل 17 ثورة 17 تشرين، قدروا هربوا مصرياتهم لبرا بغطاء من المصارف، بغطاء من حاكم مصرف لبنان. وهذا الشيء اللي ما عم يعلنوه، بنتمنى انه يعلنوه. والمؤامرة، المؤامرة كيف أدلك إياها؟ إيه صحيح ما عم يساعدون الدول الخارجية، لأنه السلطة السياسية كانت متآمرة على الشعب اللبناني إنه تسرقه. المساعدات والهبات اللي كانت تجي من برا لتحسين البنى التحتية، لتحسين الوضع الصحي، لتحسين الوضع البيئي، ولتحسين الكهرباء، ولتحسين كل شيء بلبنان، هول انسرقوا، ما في شيء منهم هلا. على أي أساس أنا بدي أقعد لوم الدول الأجنبية إنه ما عم بتساعدنا؟ لأنه نحن ما عم نساعد حالنا. السلطة السياسية ما عم بتساعد. السلطة السياسية بيفهموا وشاطرين وأذكياء وشركاتهم ناجحة، بس ما بدهم إنه الدولة اللبنانية تكون ناجحة، لأنه القاعدة الشعبية تاعتهم بتخف. العالم بدها تفل من عندهم. العالم بحاجة للسلطة السياسية، لأنه عندهم مستوصفاتهم، عندهم مستشفياتهم، عندهم مدارسهم. كل هول قطاعات هول فاشلة بالدولة اللبنانية، بس قطاعات ناجحة بالقطاع الخاص. أنا تابعة لأحكي. نعم، شكرا شكرا، أهلا وسهلا فيك. عندك رد دكتور كاسبار؟ لا لا، عم بيقولوا صحيح، بس أنه مش قضية مؤابرة، قضية أنه الفساد المستشري وعدم المحاسبة. عدم محاسبة نقطة أساسية من قبل الناس. كمان مستقبل كمان اتصال، ودي مين معنا يا هلا؟ تفضل. إذا طلعنا على خريطة منطقة مينا يلي هي ميدل إيست نورث أفريكا، يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نطلع بلبنان، نطلع نحو الشمال بقبرص الشمال الغربي فيها نفط، نطلع على الشاطئ السوري، روسيا أخذت التزام تنقيب على النفط بالبحر، نطلع للشرق منطقة الحسكة وإلى آخره في أبار نفط وموجود قوات أمريكية هناك، نطلع نحو الجنوب فلسطين محتلة ما يسمى إسرائيل فيها نفط، مصر فيها نفط، إذا لبنان موجود بالنص بين النفط. هل يا ترى مدير عام توتال قال بين كانون الأول كانون الثاني اللي حنبلش نحفر أول بئر استكشافي للنفط بالبلوك رقم 4 اللي هو مقابل لجبل لبنان ومنطقة الشمال؟ ما بتعتقد هالشي رح يحسن تصنيف لبنان، عشان لبنان رح يصير عنده بوتنسيال، ما بعرف شو بسموه بالعربي، بوتنسيال انه في نفط، هيدا ما بيحسن تصنيف لبنان، وبالتالي بخفض الفائدة العالمية، وبالتالي بخفض الفائدة المحلية، وهيدا ببلش دورة اقتصادية، علما انه البئر الاستكشافي مش رح يسحبوا النفط، بس انا اكيد وعندي ايمان كبير انه رح يلاقوا النفط. نعم، شكرا لك. ما في شك إذا بلشنا ننتج نفط وغاز هذا شيء جيد تماما. نعم. وبيساعدنا، بس المسألة إنه هيدي بدها عدة سنوات لتبلش. هل بس بينقال إنه بمجرد ما يبلشوا بالحفر في مناطق بدها تنمى وتزدهر فيها التجارة. أنا برأيي اللي عم منعيشه هلا أكبر مشكلة اللي عم نعيشها هلا حاليا، صحيح المصارف عم بالنقطة عم تعطي الدولارات، بس ما بقتوا عم بيفوت شيء على لبنان. هيدي هذا مسار انتحاري. أنا همي كاقتصادي كمسؤول أعمل طريقة، لاقي حلول ترجع الرساميل تفوت على لبنان. أنا شو همي أعطي بالنقطة أضبط خروجها، بس إذا ما عم بيفوت شيء هذا لبنان كل حياته عايش من دخول رسمية. بس كمان في ملامي على الموازنات من التسعينيات، والحكومات اللبنانية بتشتغل حسب موازنات عامة ما بتستند إلى إجراءات قانونية لازمة. كمان تمويل النفقات الجارية بدل من النفقات، وين الاستثمارات؟ يعني كمان ألا تتحمل الموازنات اليوم؟ ما هي كل ما في شغلة بالدولة، ما في شغلة من الموازنات للمؤسسات، أي شيء في مشاكل وفساد وهدر، واضح واضح. نعم. ديون مصرف لبنان تقدر بأكثر من 87 مليار دولار، ومفصلة على طبعا عن الدين الحكومي. وين الخطورة لما بيدفع المصرف تكلفة الفايدة بالدولار، بعد ما حكينا نحن وياك عن الفايدة المرتفعة واللي هي منعت الاستثمار؟ هلأ اللعبة اختلفت. هيدا الرقم عم تخديه من الدراسة اللي عملتها، يلي غالبية هالديون هي للمصارف اللبنانية. هيدي المسألة اللي حكيت عنها، انه المصارف جابت السيولة تبعيتها، بدل ما تخلي الجزء الأكبر في مصارف أجنبية، ما متحطتهم مصرف لبنان. لو لخلت ولنه جزء
من هول مثل ما كانت تعمل بالزمان في المصارف الأجنبية. كان ما في مودع كان عنده مشكلة، كان كل المصارف بتعطيك الدولارات يلي بدك إياها وبتحوليها محل ما بدك. هون هون المشكلة الأساسية اللي تعنا. نعم، خلينا نستقبل اتصال. مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. معك البروفيسور سليم الخوري. أهلا، تفضل. بحييك وبحيي دكتور كاسبار والمستمعين. خليني أقول أنه الحق مش على الدخنة، الحق على النار. تنحط شوية نقطة رحوف. نعم، الحق مش على شو؟ مش على الدخنة. الحق مش على الدخنة، على النار. على نعم. النار. نعم. النار هي هالحكومات الفاسدة الفاشلة اللي تولت على لبنان لحد هلا. هلا بما يختص بمسؤوليات البنك المركزي والمصارف. تثبيت سعر الليرة بوضع مثل وضع لبنان خلاف لما يقول العديد من الدكاترة بالاقتصاد. خلوني أقول لهم أنه الشهادي ما بتفكر مطرحه للدكتور، هو اللي بيفكر مطرح الشهادي. لو ما تثبيت سعر الليرة بهالظرف هذا ما حدا أكل خبز لحد هلا. وبالنسبة للمصارف، الحكام الفاشلين الفاسدين بيهدروا تقنيا أو أخلاقيا مال الدولة والشعب، والمصارف بتعطي للدولة لحتى تضل واقفة على جرية. لحد هون لازم نتشكرهم، ما نحملهم مسؤولية. إنما أحذر مما يلي، هاي ثورة منا شيء، حتى الثورة اللي أنا خايف منها وبشكل تاني. شو هي؟ شو هي بس من باختصار؟ من هلا وبالطالع لازم ننتبه لشغلي. صار لازم من هلا وبالطالع يتحملوا البنك المركزي وجمعية المصارف يتحملوا مسؤولية هني، وكل من حكم من راس الهرم لكعبه من 30 سنة وبالجاي. شكرا لك. لا بعد ما كفيت رحالك. شو هي؟ هي انه بيجوا اختصاصي وبيقولوا يقتطع من الايداعات او بيحرموا المساهمين من توزيع الارباح لمدة سنتين. تصوروا انه حدا انقطع عنه مدخوله تقعده او المعتمد عليه لمدة سنتين، شو راح يصير فيه؟ فمن هون بالرايح لازم يتحملوا مسؤولية. اللي ما قالوا ولاد هون، قالوا ولاد باستراليا راح يتلاحقوا هني والصيصان اللي حواليهم. شكرا. اذا بيعملوا هالشغلة هاي. شكرا لك. شو تعليقك دكتور كاسبار؟ لا، المشاكل والمسألة اللي عم بحكي عنها حقيقية وخطيرة. هي أساسا يعني ثورة الجياع. بس هلأ هذا الحل أنه التثبيت السعر على طول. لقلكم شو معقول. مثلا نحن منقول أنه كل المواد لازم نستورد 1500 ليرة. الناس بتستهلك مثل قبل، بدك تستوردي كل شيء نحن بنستورده. لما بنستورد بندفع بالدولار. إذا بدنا نضل على النمط الهذاك، بعد يمكن سنة سنتين ببقى في دولارات، شو بنعمل ساعتها؟ في سؤال لمواطن أنا، معقول بعدين ما يعطوني مسؤولياتي بالدولار كمان؟ إنه بيعتبروا التثبيت. إذا التثبيت هو الحل، بقدر أفهم تثبيت لمواد أساسية مثل القمح والأدوية اللي هي مساعد. إذا التثبيت هو الحل، ليش ما منثبت على 500 ليرة؟ خلي حدا يجاوبني. ليش ما منثبت على 100 ليرة؟ إذا التثبيت هو الحل، بيطلع مجلس وزراء وبيطلع قرار. أنا نحن من هلا ورايح الدولار على 500 ليرة. بس هل يا ترى هني مستعدين يبيعوا الدولار على 500 ليرة؟ هلا عنا هيدي أزمة الأدوية والمعدات الطبية، مستلزمات والبنزين. هو اللي بيستوردوا بشو بيدفعوا؟ الليرة اللبنانية منا عملة دولية، بدهم يدفعوا بالدولار. لما بدهم يشتروا دولار، عادة كانوا بيشتروا دولار من المصارف أو مصرف لبنان. مصارف بيقولوا لهم ما عندنا، مصرف لبنان بيقولوا لهم ما عندي، إنما سعر رسمي 1500. عمليا انت يقدروا يستوردوا، بدهم يشتروا مصرفين، بدهم يصرفين بسعر عالي. طيب بدهم يقدروا يحافظوا على السعر على بس وعدهم يعني حكي مصرف لبنان وشيل إيديا. هذا حكي تنظير، عم بحكي واقع. نعم. يعني ما بيكفي نقول تثبيت، بدنا ننتبه لشو الواقع تبعه. نعم. بعطي مثلا لا بهالموضوع، لأن الموضوع مهم. بالثمانينات إذا حدا بيتذكر، هب الليرة نزلت خلال 12 شهر 90%. ما صح، انهيار كامل. يعني رغم هذا كله كان سوق حر، رجع الانتعاش صار سريع تاني سنة 1988. حتى بتذكر
في مصانع لأنه كانوا عم بيصدروا، مصانع كانوا يتزمروا ما عم بيلاقوا يد عاملة كافية. فإذا ما بي شو المطلوب؟ إذا شو المطلوب؟ تحرير سعر الليرة برأيك؟ أنا بعتقد أي حل ما في حل لحاله. بدك تعملي ما نسمي الباكيج، يعني سلة إجراءات، وكل فريق بده يضحي، مش فريق واحد بس. يعني السلطة مطلوب منا مثلا بدل ما تعمل موازنة حطتها بالدراسة بالتفصيل، موازنة عسنة بتعمل موازنة على 3 سنوات حيث العجز يتنازل، تجرب تجيب هالهدر يلي عم بياخده والأموال المنهوبة بيقدروا يعملوها، بيقدروا يتدينوا مؤسسة عمي. هيدي شرحها بالتفصيل. هيدي وين أهميتها؟ بتعطي مؤشر الأسواق المحلية والخارجية إنه السلطة اللبنانية بلشت تكون جادة، مسكت زمام الأمور، بضبط ماليتها. اثنين عم أقول شو عم بعطيكي. نعم. حلول محددة مش تنظير. نعم. مش إنه الفساد ونوقف ونعمل، لا. اثنين، المصارف بدها تنزل الفوائد كلها. مصارف تدفع كانت للدولار 8%، منين بدها تجيبها؟ المصارف تقدر مثلا تقول لهم للناس خلال 4 سنين أنا بدفع لهم كل ودائعكم، ما بطريقة نسبية شهرية، الناس بترتاح. بنفس الوقت تعيد الكريدت، الائتمان للمؤسسات. بدك تعيد الاقتصاد ينتعش، تبلش تشتغل. إذا ما سمحتي لهم ياخدوا ائتمان من المصارف، الاقتصاد عم بيموت. هيدي بتحرك العجلة الاقتصادية. هلأ المشكلة الكبرى هي كيفية تحرير سعر صرف الليرة. أنا شخصيا بعتقد نوعا ما لازم يتحرر ونعمل تصحيح للأجور. أعطيكي مثلا يمكن كتير ناس ما بيحبوها، لنفترض هبطت الليرة شي 40%، ترجع بتصحح الأمور الرواتب والأجور شي 25، بيتحملوا الناس 15%، في كلفة بدها تندفع. بس نوهم حالنا انه فينا نثبت الليرة وسعر رسمي ونضل كل شيء مثل قبل، هيدي عملية انتحارية. وهيك عم بيصير هلا. هيدا لذلك لا، بدنا حلول انما كل الفرقاء يساهموا فيه. هيدي حلول ممكنة، بس انما نرجع ضل هيدي اللي عم بسمعها من المستمع، وانا بتفهم انه بس هو شو بينفعه إذا الدولار 1500، إنما ما في يشتري دولار، واللي بيروح بيشتري بضاعة وبيروح على السوبر ماركت بيدفع أسعار أعلى. يعني عم نعيش بوهم بضر ما بيساعد. نعم. حكيت عن باكيج، إنه ما في قرار بيتخذ لوحده، لازم تكون كلها سلة. أول شيء يعني لازم نحرر سعر صرف الليرة حسب ما عم بتقول دكتور كاسبار، بس مش لازم مساءلة مصرف لبنان، مش لازم كمان تكون كل هالمؤسسات العامة تقدم بياناتها المالية المدققة ونشرها لحتى يكون في ثقة. كل قلت لك هيدي كلها يجب مساءلتها، بس بصراحة لدرجة الوضع خطير برأيي، إنه مني حاطت حالي بجو مساءلة. المساءلة فيها تشفي بتريح، أنا حاطت حالي بجو حل. يعني عندك بيت فجأة طلعت فيه حريقة، نحن في حريقة بالبيت، ما رح تسألي هلأ مين عمل الحريقة، تسأليها بعدين. أول شي بتعملي شو؟ بتطفي الحريقة. نحن واجبنا نطفي الحريقة. نعم. في كتير من أسئلة المواطنين بنسمعهم سوا. خير لك ولضيفك لجميع المستمعين. في شغلة ما حدا شو عم بينتبه لها، ما حدا لاحظها، إنه وقت اللي كانوا المغتربين عم بيبعتوا مصاري لأهلهم وقرايبينهم على لبنان، عم بيبعتون بالعملة الصعبة، عم توصل لهون عبر المصارف او عبر OMT او عبر اي وسيلة نقل اموال، عم بيحسبوها على دولار 1500 ليرة، بقى 90% عم بيقولونه لأهلهم ولقرايبينهم انه ما تبعتوا بقى مصاري، طوروا تيشوف اذا ما راح حدا يجيبون بالكاش، لانه هني عم بياخدوا هيدا القيمة النقدية بالدولار، عم بيتاجروا فيها وعم بيعطوها على 1005 للمواطن هون. هيدي شغلة عم وقفت كثير استيراد الدولار والعمله الصعبه لتجي على لبنان، اذا بيرجعوا يسمحوها
مثل ما بتمشي من برا بالدولار باليورو بالحيلا اي عمله تجي يستلمها المواطن هون، ما هو حيحكمها بالسوق اللبنانيه، حتعمل حركه ماشي خدها واحد معين من المهيمنين على 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 السلطه الماليه وعلى الدوله. شو رايك دكتور كاسبار؟ تماما تماما حضرته المستمعي اللي حكي هالوضع، هيدي الدلالة انه اذا ضل عندكم سعر رسمي مضبوط بضر، لانه لما خلوها على 1500 ما عاد يفوت دولارات على البلد، ما عاد يفوت دولارات، عم بيطلع ما عم بيدخل. هيدي مسألة خطيرة، لما بتحرر النقد بطريقة قد ما فيك تضبطيها، لانه في بعد واحتياطات بتقدر تضبطه، بيصير بتدخل اموال بتريح الوضع. وإلا شو النفع إذا أنا عمول 1500 وعم بيقولوا لهم بابا تبعته؟ هيدي دلالة واضحة وصارخة على الأذى يلي عم بيلحق بالوضع. هيدي مبدأ السياسة الرسمية على سعر الصرف الرسمي بينما في سعر موازي. ولازم مساءلة بهالإطار، لازم مساءلة. بنستقبل اتصال، مين معنا؟ بونجور. بونجور، تفضلي. سؤال على السريع مسيو جاسبار، بدي أسأل إذا شخص قابل تعويضه وعايش بخوف ربه هو عائلته، بقى هلأ بهالأزمة كارثة، بتنصحه إذا سحب مصاري قد ما البنك عم يعطيه لبناني ويروح عند الصيرفة يشتري ليضمن ندفي حق توازن بيته؟ يعني الناس خايفة. خلينا نقولها بصراحة، الناس صراحة مدام بتفهم تماما، بس كأني أنا جوابي كأنه بده يدل أني بعرف شو بده يصير بسعر الصرف. هذا عارف؟ ما بصراحة ما اللي بيعرف شو بده يصير لازم يعطوه جائزة نوبل بالاقتصاد. بس يمكن يرجع سعر الليرة، الليرة تهبط، يمكن ترجع تتحسن حسب تطورات سياسية، ما بقدر بعرف. بس ما في شك في أزمة، خصوصا عند الناس يلي ما عندهم أجور يمكن تتجلس، يلي بيقبضوا تعويضات محددة. في أنا بعتقد هالأزمة النقدية عم تتحول رويدا رويدا لأزمة اجتماعية رح تطيح بكل شيء. نعم، بس كمان بدنا ننزل نحن وياك على شركة الكهرباء مندوبتنا هونيك، شو عم بيصير؟ تريز الخوري تفضلي. نعم، أمام مؤسسة كهرباء لبنان الثوار أتوا إلى هنا ليوصلوا رسالة معينة إلى المؤسسة، وهي التزام الموظفين بدوامات العمل. فحصل إشكال بينهم وبين الموظفين الذين تهجموا على الثوار وأطلقوا كلمات نابية بحق الثورة، مما دفع بالقوى الأمنية إلى التدخل وفض الإشكال. معنا أحد المتظاهرين اليوم، شو جيتوا تقولوا؟ ليش عملوا معكم إشكال الموظفين؟ شو جايين توصلوا رسالة؟ نحن جايين نوصل رسالة انه خلص قرفنا هالدولة، يعني خلص تعبتنا، يعني لبنان عم ينهار وين بعده عم بيسرقوا، خلص الشعب ما بيحمل بقى لهالدرجة والبلد ما بيحمل بقى هالقد. فنحن جايين نغير بالنظام، نظبط الحكومة، نظبط البلد، يكون عنا لبنان بلد مستقر قوي ماكن حلو مثل ما هو معروف اصلا من قبل. الثوار سيستمرون في التظاهر والاعتصام هنا أمام مؤسسة كهرباء لبنان في وقفة رمزية، ولا يرغبون في إقفال هذا المرفق الحيوي، ومن ثم سيعودون ويتجهون إلى ساحة الشهداء للانضمام إلى الثوار في وقفة تضامنية هناك، وبعدها في عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم إلى مصرف لبنان. هذا كل شيء. شكرا تريز. إلى اتصال جديد كمان، من معنا؟ ألو، مرحبا. مرحبتين. بدي أسأل الدكتور، في عندي سؤالين. واحد، ما بعرف إذا معلومات دقيقة هيدي، إنه الدين الدولي 80% هو للمصاريف، صح ولا لا؟ لا، أقل داخلي. أقل عم بيحكي، نعم، عم بيقول أقل. نعم طيب، 1% من الشعب اللبناني بيملك 50% من المواد من الودايع، صح؟ طيب أنا شفت إنه مثلاً أكبر بنكين بلبنان، مثلاً بنك عودي وبنك بلوم، إنه هودي بنك أوف نيويورك بيملك 30% منهم، والعيال اللي معروفة إنه هي بتملكه مثلاً لبنك عودي، بيت عودي بيملكه 6 أو 7%، بيت الأزهري بيملكه 6 أو 7%، يعني الدات فعلاً هو لبنك أوف نيويورك. بصراحة ما على علمي إنه بنك أوف نيويورك يلي عنده هالحصة من هالمصارف، مش على علمي، بيجوز كن مخطئ بس ما بعتقد.
29% مثلا. لا لا ما ما بعتقد عنده هيدي تعتبر نسبة عالية جدا. انه بدي ادقق بالمعلومات لانه فت على جوجل يعني فت على الشير هولدرز تبع بنك عودي. ايه؟ بنك اوف نيويورك اونز 30%. والله اذا شفتها يمكن 26%. نعم يعني اذا عم بتقول حضرتك هيك بده يكون هيك، بس انا مش على علمي ما بعرف هالمعلومه. نعم. موجود على الجوجل، رح اطلع انا باكد لك رح دقق فيها لاحقا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان. اليوم دكتور توفيق كاسبار، الازمه ابتدت قبل الثوره وقبل حذرت حضرتك منها من 2017 كنت عم تحكي عنها، انقال كتير عن هالازمه كمان يعني بحلقات من برنامج نقطة على السطر وقبل اندلاع الثورة. بس ليش كبار المسؤولين اعتمدوا سياسة الإنكار ورفضوا يعترفوا بحقائق السوء الواضحة؟ ليش؟ ما في شك هو في حالة إنكار مثل ما وصفتيها وهذا صحيح، وأكثر من إنكار ما في شيء عم يعملوه، بأنه هي وظيفتهم السلطة. شو هي؟ إنه في مشاكل بدها تلاقي لها حلول. نحن في إنكار تام. عم بيقولوا هني خايفين، بعتقد مثلا تحرير السعر، بعتقد الخوف انه السلطة يقولوا انه اذا اعلننا انه صارت الليرة بالاسواق الدولار تنقول 1800 بده يصير في هلع. مش قضية الهلع، بعتقد ما همهم الهلع، في مصاير الليرة الدولار هلع عند صرافي فوق 2000، ما مصاير هذا بعتقد ما بدهم يقولوا انه نحن بوقتنا صار هالشي هيدا. فإذا هيدا واحد عم بيحط راسه بالرمل، هيدي واحدة، هيدي حالة الإنكار. بس بالفعل الشيء الخطير مش مؤسف، خطير إنه انطلاقة الحل، الخطوة الأولى بأي حل بده يأتي من السلطة الرسمية. مش معقول، ما فينا ننتظر من حدا تاني الانطلاقة من عندهم. وساعات المؤسسة الأخرى كمصارف وغيرها، المصارف يعني ما هو حق نوعا ما يخافوا انه طيب وين السلطة رغم كل مسؤوليتهم هني معبول، بس وين شو عم تعمل السلطة بهالوضع؟ هذا وضع صار له على العملية شي شهر ونص. نعم. شهرين كم هو يبلشت بأيلول ماشي. ما بعرف أنا حادثة مثل هيدي بأي دولة بالعالم، انه هل 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 انهيار عمليا عم بيصير بالنقد والوضع المصرفي وما ما 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 عم نسمع شيء. يعني بالعكس كان الضوء مسلط على الدور الايجابي لحكم مصرف لبنان بمواجهه المخاطر، وهيدا هون كان الثقه الكامله باداره مصرف لبنان من قبل المواطن. بعتقد عنده علاقات عامه جيده جدا. تعتقد؟ نعم. طب اليوم في افلاس لبنان بات وشيكا، هذا ما حكي عنه تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فطبعا أحد خبرائه وصف الحالة اللبنانية أمام مجلس النواب الأمريكي أنه فعلا نحن جايين إلى افلاس بات وشيك. نحن هلأ صرنا بقلبه ولا بات وشيك ولا وين صرنا؟ الافلاس يعني انه مؤسسة في حالة الدولة انه ما بقى فيها تسدد ديونها. نعم. الديون بالعملة اللبنانية دايما الناس ما عم بتميز، بالعملة اللبنانية ما في دولة بتفلس من جراء عملتها الوطنية، تطبع. ما هي إلا علاقة بديونها بالعملات الأجنبية. انا بعتاد لهالفترة يعني يمكن لحديث سنة ويمكن سنتين، وهذا شيء جيد، فيها الدولة تسدد ديونها بالعملات الأجنبية. بس توقع انه ما يقبضوا رواتب الموظفين بالقطاع العام؟ انا ما بفهم هالشيء. طب معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى ما هي صحه كلامه؟ ما لها معنى. اشرح لك مدام، ما الناس بتحكي اوقات اشياء ما بعتقد وهي بتخلقها كمان. هلا الرواتب والاجور تبع الدوله اللبنانيه هي بالليره اللبنانيه. نعم. الدوله بتضل تقدر يكون عندها ليره لبنانيه هي من خلال مصرف لبنان، بتاخذ قرض منه وبتدفعهم. فإذا مش هون الخطر، هيدي عدم تسديد الرواتب دايما مقولة ما بعتقد انه إلا كتير أهمية. كمان أوصى بفرض عقوبات. خلينا نسمع أسعار البورصة والعمولات بسوق بيروت، وهالنقطة بالذات كمان يعني منحكي عنها. صباح الخير. افتتح مصرف لبنان الدولار الأمريكي بأسواق بيروت على سعر 1501-1514، تداول بين المصارف 1512-1514.
أسعار العملات الأجنبية يورو 1.10010، لين الياباني 109.40.45، جنيه استرليني 1.29.35.45، الفرنك السويسري 1.00010، دولار الأسترالي 0.67.60.70، دولار الكندي 1.32.85.95، أونصة الذهب 1455-1456، أونصة الفضة 16.90-95، سهم سوليدار A 5.35 وسهم سوليدار B 5.45، سعر برميل البرنت 63.89 دولار. مذكر بأن الدولار الأمريكي عم يتم التداول في بين المصارف ب 1512-1514. بدنا نعلق على سعر الدولار، يعني اللي بيسمع بيصدق. لا يعني بالفعل للأسف استعمل هالتعبير، هيدي مهزلة انه التداول بين المصارف 1512-1514 كمان شوفي شو ضيقة، يعني السعر دقيق. ومصرف لبنان اعمل 1500-1515. بدنا نسأل مصرف لبنان، بتبيع دولارات بهالسعر انت او بتشتري دولارات بهالسعر؟ فيها المصارف تاخد منك دولارات بهالسعر؟ مش بس يعني المصارف، القطاعات اللي لا انت وعدتهم مثل قطاع الطين والمحروقات والقروية. بس شيء معيب انه مصرف مركزي، مصرف مركزي مؤسسي كتير مهم ومحترمي، مصرف مركزي يعلن هيك اسعار يلي ما لها علاقة بالواقع. لا هيدي بتفرجيك لأي درك هبطنا بمؤسساتنا الرسمية. نعم، في اتصالين ناخد أسئلة على السريع، معلش أسئلة لأنه الوقت عم يدهمنا. مين معنا؟ بونجور. بونجورين، تفضل. بدي أقول شغلة، أنه قصة الدولار اللي عم بيرفع الأسعار الدولار هي البنوك. هلا أنه بيحكوا أنه في 1510-1512، بس من تاني ما المدراء البنوك عم بيتعاملوا مع الصرافين وعم بيعطوهم دولارات حتى يصرفوا لهم إياهم. نعم، بس يعني ما فينا نقول هيك، فينا نعمم، ما فينا نقول. أنا بدي أشكرك. تاني فويس بنسمعه. إيه مرحبا. مرحبتين. سؤالنا للدكتور كاسبار ولحضرتي، لك أنا عندي استحقاقي هلأ هاليومين وأنا عملتي بالدولار، هل يا ترى عم بيقلي البنك خدعة 3 سنين بعطيك 12% أو 13%، أو شو بدي أعمل؟ أنت شو نصيحتك إذا واحد وصل لهيدي المرحلة شو بيعمل؟ عفوا يعني إيه انت رح تقبض المصاري؟ إيه. نعم، يعني سؤال فويس جاي دكتور. شو برايك دكتور؟ يعني هيدي كمان عندي صعوبه كتير، اعطي بيجيني دائما اسئله بهالمنحة هيدا، انه انا عندي دولار شو بقدر اعمل فيهم؟ بس اول شيء هذا الاسعار إذا بدك إيه أنت هلأ بيعطيك إيه هون؟ ما بيعطي، أكيد ما بيعطينا إيه هون. فإذا بدك تسأل حالك شو الخيارات المتاحة إذا ما بيعطيك إيه؟ لا ما هيدا منه خيار، عند شو خيار قدامك؟ شو عرفه يعني هو ضايع؟ أنت اشتري كار، يعني قصدك هيدي بترجع هيدا قرار خاص شو واحد بده يعمل بأمواله. أنا ما بقدر أقول، بس أول شيء شو الخيارات المتاحة قدامك. نعم، كدك تشتري عقار ولا لا، ما بقدر أنا أنصح فيها هيدي. يعني ما حدا عارف نحنا شو ناطرنا وكيف لازم نتصرف. صحيح دكتور كاسبار، انتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة إدارة السيولة. شو يعني؟ شو قصدك إدارة السيولة؟ يعني فرض طوق على الكتلة النقدية، تحويل السوق الموازية إلى مصدر ما 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 رئيسي. ما بفهم شو معناته. الإبقاء على حرية تحريك الأموال متاحة دفتريا فقط. ما هي بكلمات عامة ما بفهمها. كل شي بعرف إنه المصارف عم بتقنن قد ما فيها دفع الدولارات. نعم. لأسباب معروفة، لأنه ما عندها دولارات كتير وما فيها ترضي نص المدعين تبعها، فإذا هذا يلي عم بيعيشه المواطن. كذلك الأمر الدولي ما فيني يقول شو عم تعمل لأنه منا موجودة. نعم، طيب اليوم في حال إفلاس مصرف شو مصير الودائع؟ الناس بتخاف، خايف الناس. الناس خايفة ومعها حق. إفلاس المصرف له مسار قانوني محدد. نعم. قديش خسران ما خسران هذا صار موضوع آخر. عادة بتستلم هالقضية بتستلمها المحاكم. نعم. وهي بالآخر بتقرر قديش بيبقى للمودعين. دايما عادة بحالات الإفلاس بالمصارف الفريق الأول يلي بيدفعوا له أمواله هو المودعين. نعم. بس حسب قديش باقي بالمصرف. نعم.
أنا برجع بتحابي بقول إنه ياريت بيجي ضغط شعبي أكثر بهالمنحة، رغم الأشياء اللي عم بيقولوها أنا مع 100%. هيدا شيء رائع مثل ما قلت عم بيصير هالانتفاضة هالثورة لمستقبل لبنان، بس لازم يحطوا ضغوط أكثر بمنحة على السلطة إنه تلاقي حلول للوضع النقدي والمصرفي، لأنه هيدي خطيرة كتير. نعم، اليوم طرحت بورقتك دكتور عدد من الحلول رح نحكي عنها، بناخد اتصال وبنحكي على قبل ما ننهي. مين معي؟ ألو بونجور. بونجورين، تفضل. شكرا. بدي أقول لك ما زال ما في دولة عنا، ونحن ما بنقدر نجيب دواء ولا بنقدر ناكل ولا بنقدر نطبق سطات المدارس ولا بنقدر الموظف ياخذ معيشته، مثلا ما في مصاري ياخذ الموظف، ما زال مش موجود الدولة بلا معاشاتها، ما يعطون معاشاتهم هالشهر وهالشهرين، هيك معنا دولة عم تسرقنا، عم تسرقنا نحن. شكرا لك. يعني من طيب دكتور توفيق كاسبار، اليوم بدنا نحكي عن حلول نحن وياك، فينا نطلع من هالوضع اللي نحن فيه؟ هل مقدر لإلنا نطلع ولا خلص قضي الأمر؟ لازم نعرف لا شيء مستحيل مهما كانت المشاكل الاقتصادية النقدية والمصرفية كبيرة. طب حكيت عن تدبير مالي عنده أهمية كبيرة، شو هو؟ أنا ذكرتها من قبل بهالحوار وبالورقة اللي لأنه بدنا نخطو نرجع نركز. أول شيء قلت مثل ما قلت، هي لازم تكون سلة إجراءات، وإجراءات محددة تنفذ في فترة قصيرة. لأنه الخطر داهم، وقلت كل الفرقاء، مين يعني؟ الدولة، المصارف، الناس، كلهم بدهم يشاركوا فيها، وكل واحد بده يتحمل كلفة. قلت ثلاث عناصر أساسية. أول عنصر الدولة، هي الانطلاقة في حكومة، إذا منا موجودة مستحيل الانطلاقة منها هي، وبأسرع أسرع وقت ممكن. وعطيت مثل مثلا بهالموازنات على ثلاث سنين، يلي إذا بالفعل بيضبطوها بيشدوا الحزام فعليا وليس نظريا، بتعطي من الأول مؤشرات إيجابية للأسواق المحلية والخارجية. والمصارف إذا بترتاح لها شيء لازم هالفوائد. ذكر واحد هلأ أنه عرض عليه الفايدة المصرف 11-12%، منين بدي يجيب المصرف على 11-12%؟ بس يجيب له أموال لعنده، بس هيدي انتحار. أنا بعتقد لازم نظام الفوائد كله يهبط، يعني حتى يعطوا للمودعين 1-2%، بس بنفس الوقت بيدفعوا المقترضين فوائد أدنى بكتير. نحن بحاجة إلى إعادة انتعاش الاقتصاد إنه يتحرك. بمجرد تشكيل حكومة، خلينا نحكي دايما الاقتصاد اللبناني يحكى عنه، حضرتك بدك تقلنا ليش هيك بيتحرك أو بياخد أكسجين بسرعة أو بيروح الأكسجين بسرعة، نحن ليش هيك؟ لا دايما لأنه كان سعر سوق حر. هيدي قضية إنه سعر رسمي وسعر عند الصرافة بدنا نتخلص منها. صحيح الناس بتخاف تضايق منها، بس ما فيهم يضاينوا هيك، ما فينا نضاين هيك. هديك بالأقل بيصير في تصحيح لألها، ترجع الأوضاع بتتحسن. هذا هالسعر الرسمي لا معنى له. طيب شو لازم فإذا ينعمل بتحرير سعر الليرة؟ هيدي القضية الأصعب. إنما الأمل بيقدر عنده بعد شوية احتياط، بيقدر مصرف المركزي يتدخل، وإذا صار إعادة انتعاش للاقتصاد وحركة تصدير والناس ببلشوا بيساعدوا أهلهم بهيدي الـ OMT ومدري شو بسعر منه رسمي حر، بتصير تدخل أموال، تدخل دولارات على لبنان، وهيدي بحد ذاتها بتساعد. إنما سعر رسمي وما في فوت على البلد، ما عم بفوت دولارات، هيدي عملية انتحارية. إنما بننتحر بس إنما عملول أن سعر رسمي. اليوم السلطة غايبة وحضرتك عم تطلب من السلطة أنه تاخد هالإجراءات، من الحكومة تاخد هالإجراءات والحكومة غايبة، يعني وين رايحين؟ يعني من مين بدنا نطلب الإجراءات؟ من الحكومة، من بلدية سلم الفيل؟ غايبة غايبة مش موجودة. طب ونحن عم ننزلق. فإذا أنا مشان هيك بقترح أنه الانتفاضة، هيدي هالانتفاضة الرائعة، أن تحط ضغط على الدولة بهالمعنى. ما ولا يصير مني عم بعرف، مني عم بقدر شوف وسيلة تانية. يعني هي دعوة إلى أنه الحكومة يعني تضرب هلأ بيد من حديد، إذا هي الحكومة نفسها لازم يكون نحن نطالب مش بالحكومة نفسها، نطالب بتشكيل
حكومة اختصاصيين هي تقوم بالمهمة. عفوا ماذا بعدين نحن جمهورية برلمانية، سمعتي شيء من المجلس النيابي؟ اليوم سمعنا الرئيس نبيه بري عم بيحمل المسؤولية، رجعنا تحميل مسؤولية، تحميل مسؤولية فقط. بس شو بدنا نعمل؟ مش هي أساس السلطات في لبنان؟ وعم بيطلب أنه تتحرك الحكومة وتجتمع الحكومة مستقيلة، هني شو عم يعملوا؟ هني شو؟ شو بيقدروا يعملوا بهالوضع؟ بيجتمعوا بيطلبوا لا يجتمع المجلس يحكي بالموضوع يقترح حلول، هيدي شغلته ويحاسب المسؤولين. وين المجلس النيابي؟ أنا بدي أشكرك ضيفي اليوم الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كاسبار. لهلأ يعني لهلأ الوضع مبهم بالنسبة للناس، مش بعضهم ضايعين مش عارفين شو بدهم يعملوا. في منهم عم بيطالبوا انه يحاكموا هالترويكا الموجودة اليوم بالحكم، يتحكموا عبر المحكمة الدولية لأنهم وصلونا لهون. بتقول ايه ليه ما بتعلنا؟ مثل ما قلت أساس الديمقراطية بالعالم كلياتها هي نظام محاسبي، وقال الناس تعمل شو ما بدها. ما في ديمقراطية بدون محاسبة، مستحيل. نحن من 1990 صرنا نحن 50 سنة بدون محاسبة، شو بتنتظر يصير؟ دولة مع هالأنظمة النظام الطائفي بدون محاسبة كان لازم يمكن تصير قبل، كان لازم يمكن تصير قبل. سمعت حد حاكم مصرف المركزي من 1993 لهلأ لم يطرح عليه سؤال واحد؟ نعم. لم يطرح عليه سؤال واحد، بالعكس عم بياخد جوائز بالمحاسبة. لا طيب وين المحاسبة؟ وين المحاسبة؟ شيء بديهي الإنسان ما حدا بيحاسبه، القديس بيصير شيطان، شيء طبيعي، الإنسان إنسان. ونقطع السطر، ونقطع السطر. شكرا لك الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كاسبار. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس اوف لبنان. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعبودة ليدا غانم والمخرج رودريك نمنم. ما تواخذونا ما قدرنا ردينا على كل اليوم أسئلتكم ومداخلاتكم عبر الواتساب. إلى حلقة مقبلة، إلى اللقاء.